نروح لزميلنا العزيز محمد طه وبصحبته المهندس عمرو صلاح امين صندوق اتحاد كره اليد. طه اليك الكلمه، تفضل. شكرا ايمن مره تانية، وطبعا كل التحيه لضيوفك ولكل مشاهدينا. مهندس عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصري ومهندس التعاقدات، واللي احنا النهارده بنشوفه النهارده نتاج شغل ونتاج مفاوضات خدت وقت طويل جدا، ولكن التوقيع بيكون في لحظات. اولا برحب بحضرتك باشمهندس، وبنشكرك طبعا على كل هذه المجهودات. الشركه المتحده طبعا مجهود رائع، والامور تمت بشكل كبير ونقاشات كثيره. النهارده بنشوف ده من خلال هذا البروتوكول اللي بنفخر انه هيكون على ارض مصر في واحده من اللعبات اللي كل الناس في مصر بتقدرها وبتتابعها بشكل كبير جدا وبشغف كبير جدا. هو طبعا الحمد لله، اشكرك على الاستضافه. الحاجة التانية، احنا المفاوضات دي ابتدت يعني كانت أقصر وأصعب مفاوضات في نفس الوقت. احنا بنتفاوض ما بين ثلاثة بارتس في الموضوع: المتحدة للرياضة، محمد يحيى لطفي وما أدراك في المفاوضات، الاتحاد الدولي مدام أمال خليفة وما أدراك المفاوضات، الاتحاد المصري الغلابة اللي احنا بنتفاوض مع الطرفين على حاجتين، على حاجتين، على بطولتين مهمين جدا. اول حاجه بطوله كاس العالم للانديه اللي هي سوبر جلوب، والوقت ضيق جدا لانها هتتنظم في نهايه شهر سبتمبر اللي جاي، يوم 28 لغايه يوم 4 اكتوبر، ده في الاسبوع الدولي بتاع الاتحاد الدولي، ودي لمده 3 سنوات، فكان لازم يتم الاتفاق في اسرع وقت ممكن. الحاجة التانية طبعا هي بطولة إحياء تاني، إن احنا نرجع نعمل، ودي كانت بصراحة بالاتفاق مع الدسكشن مع المهندس محمد يحيى لطفي والمهندس سيف الوزيري، إزاي نحيي كأس العالم للقارات تاني. بطولة العالم للقارات كانت وقفت من حوالي 7 سنين، وبعدين احنا يعني خدنا الفكره مع الاتحاد الدولي ديورنج يعني خلال النقاشات والمفاوضات على السوبر جلوب، فقلنا لهم ناخد الاثنين وناخدهم 3 سنين كمان. فده طبعا ده اندل بيدل على حاجتين: شراكه استراتيجيه ما بين الثلاثه، دوله قويه وانفراستراكشر قويه، بنيه تحتيه اساسيه رياضيه عظيمه، طرق، شبكات مواصلات، استادات، اوتيلات. ده طبعا ما بيجيش من فراغ، ده مجهود بقاله سنين. بصراحة أنا بشكر معالي الوزير دكتور أشرف صبحي، بشكر دولة رئيس الوزراء على مساندته، لأنه كان لاعب كرة يد سابق، على مساندته لكرة اليد. طبعا اللي بيحصل في البلد كله من ناحية الانفراستراكشر والتطور اللي احنا عايشين فيه بقالنا الفترة اللي فاتت، طبعا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدعم اللي بيديه للرياضة والرياضيين، كل ده كان نتاجه ان احنا الحمد لله قدرنا ان احنا نعلن النهاردة عن البروتوكول لتوقيع العقدين دول ل3 سنين الجايين. وطبعا كانت المفاجأة الكبرى الأخيرة ان احنا هننظم كمان كأس العالم تحت 23 سنة للشباب في مصر في يوليو 25. فالسنة الجاية سنة تقيلة، عندنا كأس عالم قارات، عندنا بطولة عالم للكبار، عندنا بطولة افريقيا، بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، عندنا في استعدادات المنتخبات عشان بتاعت الشباب والناشئين والبنات لبطولات افريقيا وبطولات العالم. فسنة صعبة، ولكن اتحاد الهاندبول دايما انا زي ما بقول هو اتحاد مستمر بقاله النهارده من اكثر من 34 سنة. في اسس ومبادئ واطر اتحطت من يوم ما كان الدكتور حسن رئيس الاتحاد، مرورا بكل رؤساء الاتحادات اللي جم ومجالس الاداره المحترمين اللي جم خلال ال 34 سنه اللي فاتت لغايه دلوقتي. ده كان نتيجه جهد وشغل كبير من مجالس اداره، من تعاون مع الوزاره، من التعاون مع الاتحاد الدولي، من التعاون خلال الفتره اللي فاتت مع الشركاء الاستراتيجيين زي المتحده للرياضه، لان احنا بنفخر كمان ان احنا الاتحاد المصري اسند التسويق كله لل3 سنين القادمين 24 25 26 للشركه المتحده. فاحنا بنفخر ان احنا النهارده موجودين في المكان ده، وان احنا قدرنا ننجز الانجازات اللي انا بشوفها ان هي ان شاء الله علامه فارقه لكره اليد المصريه. اشكرك يا باشمهندس، وبالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله، وانتم قدها باذن الله، وراكم كل الجماهير المصريه ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا، ميرسي جدا، شكرا. ايمن، بلقائنا مع المهندس عمرو صلاح، بتحول لك الكلمه الان.